ازيكم يا حبايبي، ايه رأيكم؟ هنعمل النهاردة الكيكة التركي، تحفة جدا وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. يلا نشوف عملناها ازاي وبالشكل، وطلعت معانا بالشكل ده ازاي. ما خدتش وقت معانا وطلعت مية مية. يلا نشوف الفيديو. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي، معاكم نوجة. النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة الحليب او الليتشي التركي، كيكة الحليب التركي بطريقة حلوة جدا وبسيطة جدا جدا للمبتدئين. بس لو انت اول مرة تشوفيني يا ريت تدوس اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. كل يوم بقدم وصفة جديدة وفكرة جديدة، وبإذن الله القناة تنول اعجابكم. خشي شوفي محتوى القناة وبإذن الله تعجبك. يلا نبدأ على طول. معايا انا هنمشي خطوة خطوة عشان حبايب المبتدئين. انا هعملهم في طواجن، لو انت حابة تعمليهم في صينية بايركس مفيش اي مشكلة، هيمشي حالها برضو. هنا معايا حوالي كوباية وربع دقيق، ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا فانيليا، ومعايا اربع بيضات بلدي او البيض المتوفر عندك. تمام كده حبايبي، اول حاجة هنعمل الكيكة، وبعدين هقول لكم الكراميل اللي بيتعمل ازاي والكريم شانتيه. اول حاجة هحط البيض عليه كده شوية فانيليا، انا بفضل جدا الفانيليا السايلة، مش بحب البودر قوي عشان طبعا الفانيليا السايله بتدي طعم روعه جدا. كده حبايبي احط حوالي غطا مش هكتر، وبتدي ريحه مميزه جدا جدا في الكيكات. هبدا اضرب معايا اهو يا حبايبي كده اربع بيضات، ومعايا كوبايه سكر هضربهم مع بعض اهو يا حبايبي. هبدا احط السكر، كوبايه سكر. لو انت عندك عجان تمام، ما عندكيش هنعمل بالمضرب الكهربائي عادي جدا. بص حبايبي انا ضربته لحد ما بقى القوام كريمي كده خالص اهو، لازم أن يكون القوام كده. هبدا بقى ان انا اجيب الدقيق بتاعي وعليه البيكنج باودر، هبدا احطه عليه كده واقلبه بمعلقه. عشان اتاكد بس ان البيكنج باودر مع الدقيق كله، وهبدا اضيفه بقى واحده واحده على الدقيق. وعايزه تضربي في العجينه او تضربي بالمضرب الكهربائي او على ايدك، اللي يناسبك اعملي بيه يا حبيبه قلبي، ما توقفيش نفسك. اهم حاجه يكون القوام كده يا حبيبه قلبي اهو. بس كده انا هبدا بقى اعمل بالمضرب الكهربائي عشان اسهل على نفسي، ولو عندك عجانه هتبقى طبعا احسن بكتير. هبدا انزل اهو كده بالدقيق حبه، وهبدا اعملي كده الاول الخطوه دي عشان الدقيق ما يعني ما يطرش كله في وشك. انت هتعملي كده، وبعد كده هضرب وهعمل الكميه كلها بنفس الاسلوب اهو يا حبايبي. بعد ما خلصتها بصوا بسم الله ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي، انا عايزه القوام الحلو ده. بعد كده هجيب قوالب الفخار معايا، لو ما عندكيش الطواجن مش مشكله، ممكن عادي تستعملي صينيه بايركس زي ما بقولك او اي صينيه. هجيب بقى معايا نقطه زيت وهبدا المع معايا الطواجن بتاعتي، هلمعه كله كده من فوق وتحت، وهعمل الخطوة دي في كل الطواجن اللي معايا. وهبدأ اعبي العجينة تلات ارباع الطاجن، عشان طبعا ان شاء الله لما تترفع هتدي ان شاء الله النفخة الحلوة. ولسه طبعا هنحط بقية الحاجة، فانا مش عايزة الطاجن بتاعي يكون مليان على اخره. ماشي يا حبايبي، هبدأ دلوقتي اهو هحط معاكم الكيك زي ما قلت لكم ان شاء الله تلات ارباع مش اكتر اهو. بس كده هبدا اعبي بقى جميع الطواجن بنفس الاسلوب، واعمليه كده عشان خاطر ياخد سوا الطاجن بتاعك اهو يا حبايبي. انا حطيتهم في صينيه، عندك صينيه عندك صاج، وحسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها، عايزه تكتري اكتر ضعف الكميه. هدخله الفرن على 180 درجه، هحطه لمده ساعه او ساعه الا ربع، وهرجع اقول لكم السوا خد قد ايه بالظبط. ويلا بينا احطه في الفرن وهرجع اوريه لحضراتكم.
هنا بقى معايا للكراميل يا حبايبي كوبايتين سكر، ومعايا كوبايه الا ربع لبن، ومعايا حوالي كوبايتين ميه، انا حاطهم في كوبايه كبيره اهو، ومعايا معلقتين ثلاث معالق نشا ممسوحين. ماشي يا حبايبي، ومعايا حوالي معلقتين زبده. يلا نشوف هنعمل الكراميل ازاي. اول حاجه على النار هنزل اهو بكوبايتين السكر، ومش هاجي جنبهم، خليه كارمل كده. السكر يا حبايبي مش هاجي جنبه الا لما يكرمل من الجناب، هبدا اقلب فيه حاجه بسيطه، لكن قبل كده ما تجيش جنبه خالص. هنا يا حبايبي بدا السكر اهو يكرمل بالاطراف، انا هبدا اقلبه كده. يعني هز الطاسه بتاعتك اول حاجه اللي انت حاطه فيها كده، عشان ما احطش المعلقه فيه من الاول. اهو يا حبايبي انا هبدا بقى اقلبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بدا يكرمل معايا وبقى شكله ان شاء الله تحفه جدا. اهو هبدا اقلبي بقى، ويا ريت اسبانيولا زي دي، بلاش معلقه اللي هي الحديد كده. يا حبايبي بدا يكرمل، بصوا اللون الحلو ده، انا مش عايزاه يغمق عن كده خالص. هبدا انزل بالزبده بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وهبدا اسيحها فيها على طول كده وانا بقلب. ايدي مستمره في التقليب زي ما حضراتكم شايفين، لغايه ما تسيح معايا خالص. هكون محضره كوبايتين الميه اللي معايا، ويا ريت تبقى ميه عاديه خالص، مش ميه ساقعه ولا اي حاجه. هبدا يا حبايبي اهو هنزل بالميه اهو يا حبايبي. لو كلكعت معاكي زي كده مفيش اي مشكله، هتدوب ان شاء الله برضو، هتحاولي تدوبيها في الميه زي ما انا بعمل كده، مش يعني مفيش اي مشكله، ما تخافيش لو كلكعت منك بالاسلوب ده. هبدا ادوبها انا معايا واحده واحده، هتبداي تقلبي فيها مفيش اي مشكله، هتدوب معاكي ان شاء الله بالشكل ده. هنا اهو يا حبايبي انا دوبت الكراميل بتاعي خالص، وما بقاش فيه اي حاجه وزي الفل، وطيت عليه حاجه بسيطه. هبدا هنا اجيب معلقتين النشا بتوعي ومعايا لبن، وهبدا ادوب النشا باللبن. هنا يا حبايبي انا اهو دوبت النشا خالص، هنزل بقى بيها على الكراميل بتاعي. ايد بتقلب وايد بتنزل بالنشا كده زي ما انتم شايفين، عشان ان شاء الله هيجمد على طول. اهو كده يا حبايبي زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، وابدا اقلب واعلي النار سنه عشان كنت موطيه، وهبدا اقلب معايا كده لغايه ما القوام بتاعي يتقل. اهو يا حبايبي هنا بدا اهو، اللهم بارك، القوام يتقل خالص اهو كده. انا هبدا ان انا اطفي عليه واسيبه بقى يبرد، ونروح نشوف الكيكه بتاعتنا ايه اخبارها. اهو يا حبايبي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده الكيك بصوا يا نهار ابيض طالع هش جدا، وبصوا اترفع جامد ازاي، ده الطاجن ده غويط. فبسم الله ما شاء الله، وريحته بقى ما اقولكوش. هبدا اسيبه بقى يبرد، ولازما يبرد عشان لو ما ينزل عليه الكريم شانتيه يبقى تمام، الكريم شانتيه ما يفصلش. هبدا دلوقتي اسيبه يبرد شويه، وهاجي معاكم نعمل الكريم شانتيه مع بعض، ونشوف التكات اللي هنعملها. هنا بقى يا حبايبي هنبدا نحضر الكريم شانتيه. معايا هنا كوبايه كريم شانتيه الا ربع خام، ولازم أن يكون خام عشان يدينا نتيجه حلوه. معايا هنا حوالي ربع كوبايه كريمه لباني، ولازم يا حبايبي الكريمه اللباني بتدي طعم تحفه جدا، وهي الوصفه دي اصلا بالكريمه اللباني العاديه مش البودر بس المتوفر عندك. وهنا كوبايه ميه متلجه جدا عشان تظبط معانا القوام، وهبدا اضربهم اهو يا حبايب قلبي. انا عايزه القوام التقيل ده، عايزه تخففيه شويه تمام، بس القوام ده هو المطلوب. هبدا بقى ان انا اجيب معايا خله خشب او شوكه او المتواجد عندك، وهجيب الكيك بتاعي وهبدا اخرمه كده زي ما انت شايفه كده يا حبيبه قلبي. وهيبقى معاكي لبن مكثف او لبن عادي، انا بامانه الله احط اللبن العادي خالص. وهتسقي لكل طاجن معاكي هيبقى معانا كوبايه معلقه لبن واحده كده، وهبدا اشرب او معلقتين على كل طاجن، معلقتين بس يا حبايبي. هنا بقى هبدا اجيب الكيك بتاعي بعد ما شربته معلقتين اللبن، هبدا اجيب كريم شانتيه واحط عليه كده بسم الله. طبعا الكيك بتاعي كان برد، وهبدا ان انا اعمل كل الطواجن نفس الحركه كده، ان انت هتحطي الكريم شانتيه بنفس الاسلوب، هتسويه بس كده عشان لما ننزل
بالكراميل اللي معانا تبقى الدنيا تمام التمام كده يا حبيبه قلبي. هبدا اعمل بقى كله بنفس الاسلوب. هنا بقى يا حبايبي هبدا احط الكراميل بنفس الاسلوب برضو كده اهو، برضو على كل الطواجن بنفس الطريقه. حابه تزودي بقى حابه تقللي انت وذوقك وحسب ما انت بتحبي، وتساويها كده معايا. هنا كيس حلواني اهو، هبدا ان انا احط فيه الكريم شانتيه بقى للتزيين. كريم شانتيه اللي باقي معايا اهو. هنا يا حبايبي بقى هبدا ازين. تمشي كده خطوط. هنا هعملها زي دورية كده. هبدأ كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين عملتها كده بالخلة بتاعت السنين، وهبدأ اعمل كده كده انتي بالشكل ده كده بتشكليها، وبعد كده بتجيبي القدام، يعني مرة تجيبيها عكس ومرة كده بالشكل ده كده حبايب قلبي، مرة هتمشيها عكس ومرة هتمشيها كده بالشكل ده كده، تدي شكل تحفة جدا كده يا حبايبي اهو، حاجة كده تفتح النس وبتفرحي اولادك. انا بقى هنا بمشي كده بالطول زي ما انت شايفة اهو كده، بعد كده بترجعي كده بالعكس ودي يا حبايبي النتيجة النهائية، بجد تحفة جدا تستاهل التجربة وتستاهل مليون لايك. ولو عجبك بقى الفيديو يا حبيبة قلبي يا ريت تشجعيني بلايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد، وعشان كلنا نعمل التحلية البسيطة السهلة جدا دي لأولادنا ونفرحهم ونغير بقى من الحلويات التقليدية اللي احنا بنعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.